رأس معالي الدكتور عبد الله بن محمد بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اليوم ترأس اجتماعا حضره مسؤول سلطات وإدارات الموانئ البحرية في الدولة في مكتبه بالوزارة. واطلع المجتمعون على ملف ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي في المنطقة البحرية الدولية التي تعد الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة. تكلم الاجتماع حول ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية الآيمو، وهذا الحقيقة حدث كبير إن شاء الله أن نتوفق فيه. كذلك الأمور المعني بها أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن نكون الأول في الموانئ على مستوى العالم، وهذه الحقيقة أمور لا بد أن تؤخذ من خلال التنسيق مع القائمين على موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة.